السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهو سؤال يطرح: ماذا يحدث في كرة القدم الجزائرية قبل بداية الموسم الكروي 2022-2023؟ يعني وزادوا فرضوا على أندية صغار هي عريقة بصح صغيرة من زعما في المستوى اللي تلعب فيه، صغيرة من نزيد نقولها لكم، هذا جاري قلت بلادي وجاري وبابا حبيبنا وكلش حمو بالداني، هذا بالك أصغر رئيس نادي وقاري، الله يبارك، قاري سبور يعني قاري واصل ما شاء الله عليه، وربي ينجحها ان شاء الله. هذا جارنا كاظم راه بريزين نظر وكره رئيس نادي غاليه عين تادلس. نقول لكم نعاودها لكم وين تكلمت معاه، قصرنا كافي رحمه في الليل كنا مقصرين، قلت له يا دراوي راهي واصله، قال لي صعبوها لنا، قال لي دراهم ما كاش، قال لي زاد لونغاجمون 100 مليون داروا لونغاجمون 100 مليون لازم تخلص كاتش باش يعطوك سيري الارقام السريه في طول تدفع اللعابه في طول تني اللعابه باش لي ليسونس تاع اللعابه وكلش، ما تنجمش غير هكا شو وين صعبوها. وانديه اللي يلعبوا في الناصر وكاين انديه اللي يعطوهم بالمئة مليار وتسيبهم يسالوهم تاع لونغاج مو تسيبهم يسالوهم، يقول لك لا تدفعوا بالتقسيط، يعني نورمالمون ديروها لهم على اربعه تاع لي ترونش ولا ستة تاع لي ترونش، يدفعوا 20 مليون ومن بعد 20 مليون 40 مليون ومن بعد على خمسة تاع لي ترونش مليحة، يعني ديرها لهم 20 مليون ومن بعد دوزيام ترونش 20 مليون، تروازيام ترونش 20 مليون 60 مليون، ربعة 80 مليون، 500 مليون، ماشي كاش وكاش. انت نادي دائرة عين تادلس، دائرة كبيرة قريب ولاية سي محمد، غير ما يجينا قريب المستغالين برك ما دارولناش ولاية، نورمالمون ولاية. انت تعطيه 150 مليون عام كامل، يعني فيها لي مينيم لي كادي دي جينيور لي سبور ولي سينيور 100 مليون شي قد هما شوما، وشوية بنادم شوية خمولها ما عندهم سبونسور، ما عندهم حتى حاجه، ما كان والو. وين ماذا يحدث في كرة القدم الجزائرية قبل بداية الموسم الكروي؟ يعني احنا بالك غير الولاية كلي ولاية كومبلي مثل عندنا ليسبيرونس الوداد رجيو نورمالمون رجيو اولمبيك رجيو لوما 1 لوما 2 لوما 3 لوما مو كاع ما يطيحوش يلعبو ناسيونال ان بطيوا نورمالمون تلعب ناسيونال ان رجيو ديما دير نورمالمون اغنى بلدي، هادو اغنى دائرات، هادو اغنى اغنياء نورمالمون فانيك نورمالمون كيفاه كان بكري مولودية وهران نافطال هنايا باللغة العربية نافطال ديريكت كاش لازم كانت غير ليزا تعش المصانع لهم فيها وتبقى ولاية فقيرة، والمصانع اللي فيها خير ربي تروح منها سيدي خطاب مصانع خير ربي، أراضي تاوعها راحت غير مصانع، أيا وتسيب مكان والو. وين عاد الطلبات من الأندية الهاوية تصل مبنى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والبعض الأعضاء المكتب الفيدرالي عوض قيام بعملهم منشغلين بأنديتهم استقدامات تصريحات يعني تصريحات وديون، ومنهم من ترأس وفد فريقه للتربص خارج الجزائر مربوط مع مولودية الجزائر، وهناك من استخدم لاعبين وأخذ صور خلال تقديمهم من هذاك بالناصر مع النجم مقرى، ومنهم من منشغل بالتكريمات في رابطته الولائية الغوتي في رابطة أم البواقي، والأمثلة كثيرة والله ما سامعين كاع بالغاشي. الفاف تعيش بداية موسم صعب في غياب أي رد لحد الآن من رئيس الاتحادية جهيد زفزاف الذي كان منشغل في وقت سابق بقضية نادي شباب قسنطينة والذي منحه تفويض للترشح لرئاسة الفاف وحضر اجتماع مجلس إداري النادي في الأيام الماضية.
وزارة الشباب والرياضة مطالبة بشكل عاجل تطبيق قوانين على مستوى الفاو، والتي صدرت في الجريدة الرسمية والمتعلقة بقانون ازدواجية المناصب من أجل دفع أعضاء المكتب الفيدرالي للاهتمام بمشاكل كرة القدم الجزائرية وأنديتها، وليس الاهتمام بأمور أخرى لا علاقة لها بهيئة كروية الأولى في البلاد. يعني دروك احنا دروك لازم ما فهمناش، نقول لك على بالك باللي خرجت على بالك في الجريدة الرسمية سي محمد، هضروا عليها وقرار رئاسي قرار وزاري في الجريدة الرسمية مازال ما طبقتش. شكون اللي يحكم؟ يقولوا لنا شكون هذو الناس اللي يحكموا؟ انت ضرب تروح لجنة المنازعات، هذاك خسروني هذاك تاع بليد، هذاك خسروني هذاك، هذاك رئيس لجنة تاع المنازعات وقاضب رئيس وقيلة تاع رئيس اتحادية تاع التينيس وقيلة دايرين وحاشين ريصالهم فماك، مكلف بالإعلام، يعني مكلف بالإعلام، رئيس التنمية الريفية صحافي، وزيد في الرابطة في النادي الهاوي في مولودية الجزائر، عضو في نادي هاوي مولودية الجزائر، أربع مناصب، أربع مناصب. كي تهضر يقول لك أنتم خسارة، أنتم تخسروا ساعة، معليش هاولي احنا خسروا، معليش 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 معليش. وين هذه مشكلة الأندية الهاوية تتواصل في غياب أي رد فعال من الفاق، ورئيس اتحادية باش يكون في علمكم رئيس اتحادية مديور لتنظيم البطولات بطولات كرة القدم في الجزائر، يعني تنظيم ما عنده حتى دخل يهدر لك على أسطاد ولا يهدر لك، ما عنده حتى دخل. هذا سؤال تاع ليستاب افتتاح الملاعب ومنا والصعب، هذه وين لصقها لهم زتي نهار اللي جا، هذا ما كان الناس لا تهدر بالشعبويه. وين بعد وين الانديه الهاويه التابعه لرابطه بليده الجهويه والانديه رابطه وهران الجهويه يتعرضون على نظام المنافسه، وين اعترضوا على نظام المنافسه. أندية الجهوي الجهوي الأول والثاني تابعين لرابطة وهران الجهوي يقترحون على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف إلغاء سقوط وإنشاء بطولة قسم جهوي الأول بفوجين بمجموعة 16 فريق، والبطولة القسم الجهوي الثاني بثلاث أفواج خلال الموسم الكروي 2022-2023. كل الطلبات الأندية الهاوية لم تجد أذن صاغية من أي طرف في الفاف، سواء من رئيس زويزف أو أعضاء المكتب الفيدرالي المشغلين بقضايا ومشاكل أنديتهم. هنا دروك دروك على بالنا بلي طيحوا ديزيكي، ديزيكي كبار طيحوهم، إي والله لعيبة طيح. بصح شكون اللي دار هذي؟ هاو بصح شوف شكون اللي دار هذا الحاجة، شكون؟ يا يعني انا وليت نقول لكم كوي خليو عاودوا ردوا زتشي، عاود رده رد بهلول ورد هذا زتشي هو بهلول، هما اللي داروا هذه القوانين. اليوم الناس يتخلص، هما اللي داروا هذه القوانين. طلع 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 شكون راه يهدر هذاك، طلع وزير عيط لك قال لك طلع لي فيلاش تاعي، طلع سيناتير قال لك طلع لي فيلاش تاعي، طلع هذيك الجهه من طلع هذيك الجهه من طلع هذيك الجهه من طلع 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 من بعد باش تيلا هود 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 هبط هبط طلع طلع هبط هبط. هذيك الاغنيه تاع حل بلا عاد اللي حل بلا، هذه هي رانا فيها حل بلا حل بلا، هذه هي هذه الاغنيه تاع جات العريضه جات دبروا عليها وين تبات، رانا فيها دروك دبروا على دبروا على زفزاف كيفاش يدير، عرفت شو كيفاش وين وصلنا دروك. مي كنا نهضروا كنا نقولوا اودي هذا تاع 70 ايكيب طلعوها وغدوه ان شاء الله كيف تطيحوا، وشكون يقبل لك وشكون ما يقبلش وشكون، ها شو وين وصل دروك. خاطر ما درتوش نهار الاول مي قلعوا العام اللي فات مي جاو قلعوا ما قالكش بلي ها هو القانون اللي غادي عليه، غادي هاش عم طيحوها شكون اللي يطيحوها، ما داروهاش ما داروش هذا القانون، داروه ما داروش. بصح شو اليوم وين راكم؟ ها شوف يا لو كي نهضروا لكم وليتو تزعفوا، وليتو ولينا كي نهضروا لكم وليتو تزعفوا تقول لك بلي نتوما راكم تخسروا، وحنا كنا نقول لكم انا وعلى نقول لكم خلوا كان اللي قال لي مالك راك تبغي زاتشي، لا لا انا كو يردوا زاتشي رحمه ربي خلوه هو هو ويردوا بهلول ويردوا لك تشو سقمها تشو سقمها ومن بعد نتحاسبوا على 12 مارس
2021. سقمها تشوف بعد نتحاسبوا. تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وربي يحفظكم صحيتو.